مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من انت حر. صباح اليوم وقع انفجار كبير في فرنسا استهدف مقر صحيفه شارلي ابدو الساخره في باريس. هذا الانفجار او هذه العمليه الارهابيه قتل على اثرها 12 شخص من بينهم شرطيان وصحفيين من الجريده. بعد الحادث نشرت عدد من التقارير تشير الى ان الغلاف الاخير للجريده الساخره الذي تضمن توقعات بان تصوم فرنسا عام 2022 وراء هذا الهجوم على اساس يعني ان يعني ال 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 على اساس ان فرنسا سائره في اتجاه الاسلمه. حاله من الجدل اثرت على خلفيه هذا الحدث ما بين ادانه لمرتكب الجريمه وما بين ادانه لمن قام برسم ما وجده البعض مهين للاسلام والمسلمين. الحقيقه انا مش قادر افهم ايه الاهانه اللي ان حد يقول ان سنة 22 الفرنسيين حسوموا رمضان. طب ايه الاهانة اللي في كده يعني؟ انا اعتقد ان العمل كده حاجة لها علاقة في تحليلات كتيرة. انا شفت النهاردة طول اليوم كان في تعليقات على كل الجرائد وجايبين ناس من مركز الاهرام استراتيجي حللوا الوضع. في ناس بتقول ان علاقة فرنسا هجومها على داعش وتأييدها لامريكا فيما تفعله، مع ان طبعا في لخبطه كبيره جدا، داعش دي اصلا صناعه مين ومعموله من نون وبتاع، لكن قيل ان هذا هو السبب وان داعش هي اللي عملت هذا هي المسؤوله، مع ان داعش لغايه دلوقتي ما حدش اعلن مين المسؤول عن اللي حصل. لكن خلينا نقول ايا كان اللي حصل وايا كان سبب اللي حصل سواء الرسمه او غير الرسمه، لازم نقول الحقيقه ان احنا الارهاب اصبح مرادفا للمسلمين. يعني انا مش قادر اتخيل ايه اللي الاسلام كسبه وايه اللي المسلمين كسبوه من ان اتنين شرطيين فرنسيين يموتوا وعشر صحفيين مالهمش اي ذنب من اي نوع في اي حاجة بعائلاتهم اللي ولادهم اتيتبوا وستاتهم جوازتهم ماتوا، وان ده هينصر الاسلام في شيء. ايه هو نصر يعني الاسلام انتصر ازاي؟ والحقيقة الواحد مندهش ان تلاقي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الحمد لله ده رد تمام على شوهوا صورة الاسلام او اللي بيسخروا من الاسلام. منتهى من وجهة نظر، انا اسف ان انا اقول، منتهى التخلف وعدم الفهم لجوهر الاسلام. الاسلام المسلم الذي يقال انه مسلم حيث يسلم الناس من يده ولسانه، يتحول بـ 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 لغسيل مخ فيروح يموت ويقتل ناس على اساس كده انه بينتصر للاسلام. والاسلام يا عم انتصر للاسلام، اتعلم كويس، انتصر للاسلام وانت بتذاكر، انتصر للاسلام اتعلم لغه الناس، انتصر للاسلام اخترع حاجه. الاسلام كان عظيم لما كان فيه ابن سينا وما كان فيه ابن رشد، والاسلام اصبح في الحضيض نتيجه لعوامل كتيره، لكن اكيد اصبح في الحضيض لما بقى فيه ابن لادن وبقى فيه ارهابيين وبقى فيه داعش. انا مش قادر افهم غسيل المخ لهذا الشباب هيفضل موجود لغايه امتى؟ ولغايه امتى باسم الاسلام ترتكب مثل هذه الجرائم فيصبح شكل الاسلام في الاخر هو دين الارهاب ودين القتل ودين الدم؟ الحقيقه انا متاكد ان الاسلام بريء تماما من هؤلاء البشر الذين يتكلمون باسمه، وانا اعتقد ان انتم اكبر اساءه للاسلام. وانا سعيد جدا بالبيان اللي نزله الشيخ الازهر الراجل العظيم الامام الاكبر احمد الطيب واللي ادام في هذا الحادث اللي كلنا بندينه مسلمين ومسيحيين واي بشر على اي مستوى انساني. خلينا نرجع للبرنامج بتاعنا. سهرتنا الليله دي من انت حر هتكون مع واحد من النجوم اللي امتعونا طوال مشوارهم الفني بتقديم مجموعه من الادوار المتميزه سواء سينما تلفزيون او مسرح، وقدم حوالي اكثر من 300 عمل فني متنوع ما بين تراجيدي وكوميدي، رسم لنفسه طابع واسلوب خاص به لم ينافسه فيه احد. انه النجم الصديق الرائع
والممثل الكبير أحمد راتب. معنا كمان المخرجة ماجي أنور، مؤسسة ومديرة مهرجان المنصورة للأفلام القصيرة. هنتكلم عن تفاصيل المهرجان الذي سيعقد 27 يناير الجاري والأفلام المشاركة، تفاصيل الأزمة بين المهرجان وهيئة قصور الثقافة. أما أولى فقراتنا بعد الفاصل هيكون لنا لقاء خاص مع دكتور عمرو خالد الداعية الكبير، وحوار عن أول أعماله الأدبية رواية رافي بركات وسر الرمال الغامضة، ولماذا قرر إصدار رواية وكواليس كتابتها. أنا عارف أن الداعية الكبير ما بيظهرش في برامج تلفزيونية خالص، لكن الحقيقة هو هيبقى مشرفنا النهاردة، لأن الرواية أثارت جدلا حتى قبل ما تنزل للسوق وابتدت الناس تهاجمها. والحقيقة أنا منداش بيهاجموا رواية ما أروهاش، ودائما هناك حجر على الإبداع، وكأن الإبداع ده موصوف لناس وناس تانية لا. اسمحوا لنا قبل ما نخرج لفاصل نشوف تقرير عن عرض مسرح العرايس بسيد الصاوي عن الفنان الكبير الصديق محمد منير، حيث قدمت العرايس استعراضا على أغاني منير. شوف التقرير ومن بعده فاصل ونرجع وانت حر. عشان اتفرج اسمع اغاني منير، وعشان برضه اشوف حفله العرايس، عشان فكره جديده يعني. حضرت قبل كده حفله العرايس بتاعت ام كلثوم اللي كانت هنا برضه، وكانت حلوه برضه، بس انا ماليش قوي في اغاني ام كلثوم، فاغاني منير بالنسبه لي احلى واسهل يعني. دي مش حاجه جديده عليا انا شخصيا، عشان انا من عامه يعني من زوار على طول سيد الصاوي، فدايما سيد الصاوي اللي يعرف كويس قوي المكان ده. موضوع مسرح العرايس هم رقم واحد فيه في مصر يعتبر، حفلات ام كلثوم وعبد الحليم حافظ دايما هم سباقين بيها، فحتى الجيل بتاعنا بيحب يروح عشان يعيش الجو التراث اللي هو معشوش كفن يعني. دي طبعا اول مره منير تتعمل، فانا بالنسبه لي كتجربه ان انا عايز اشوف بقى، طب هل هم الفن الحديث اللي هو بتاعنا احنا بتاع الشباب اللي احنا سمعناه، هل يقدروا يتقنوه زي الفن القديم بتاع ام كلثوم وعبد الحليم؟ فلغايه دلوقتي ما شاء الله يعني النجاح باين من وجود الناس، ومن حتى ردود افعال الناس في وسط الحفله، رد الفعل كويس جدا. اي حفله في عمرو احنا بنحضرها انا وزمايلي يعني، بس الحوار ان عرايس انا بحييهم طبعا على اللي هم عملوه يعني، بس القصه ان انا جاي النهارده علشان بسمع اغاني محمد منير بعيد عن اي حاجه تانية. انا عشان بحب منير جاي اسمعه، بس انا كفكره العرايس يعني جديده عليا، فحبيت ان انا اشوف يعني حاجه يعني عايزه موهبه، والصراحه يعني اللي عملها كويس جدا يعني. انا حبيت العرض. عرض العرايس اللي بنتفرج عليه النهارده دوت يعني بيعتبر قريب جدا للواقع، من حيث تمثيل الفرقه كامله، من حيث ادوات العزف، من حيث محمد منير الستايل بتاع اللبس، مزيكا، كانك في حفله فعلا. عايزين نبص للصورة الصغيرة، عايزين نبص للصورة الأكبر. ملاش دعوة بالصراعات اللي حاصلة والاتجاهات، كلنا بنستقبل أفكار.